صباح الخير يا جماعة. النهاردة عندنا محاضرة صغيرة أو كلمتين صغيرين عن الجازز والفلويدز اللي بتستخدم في عمليات الفيتريكتومي. اتفضل بوينتر. لا مش فلويدز، خلينا فلويدز ديسكشن كده. الفيتريكتومي اساسا من اسمها يعني عمليه استئصال الجسم الزجاجي، ايا كان الباثولوجي بتاعت اللي انت بتتعامل معاه، فبيبقى اول هدف او الهدف الاساسي من العمليه والخطوه الاساسيه انك تشيل الفيتريس بتاع العين عشان تبتدي تتعامل مع الاندرلاين باثولوجي اللي موجود معاك، سواء اذا كانت دايابيتيك تشينجز او ريتينال ديتاتشمنت. ايوه بس كجزء خطوه بقى اساسيه بعد ما تشيل الفيترس بتاع العين وتتعامل مع الباثولوجي اللي موجود، بيبقى فاضل انت هتعمل فيترس سبستيتيوت، هتسيب العين دي، هتفيل العين دي بايه عشان يخدم الهدف بتاعك من القضاء على الباثولوجي واستابيلايزيشن للاي لحد ما توصل للهيلينج او الاستابيليتي في النورمال اناتوميكال بوزيشنز بتاعها. فالانواع الفلويدز والجازز اللي ممكن تستخدم هم حاجه من الاثنين. طبعا بستخدم البي اس غير كده انت بتسيب التامبونادنج بتاع العين، يبقى يا اما جازز بتتحط جاز من وده بيبقى فيه كل جاز سواء اذا كان الهواء نفسه او الانواع المختلفه من الجاز ليها الوقت اللي بتقعد فيه لحد ما بيحصل لها ابسوربشن، او ان انت بتسيب فلويدز فعلا جوه العين زي اشهر حاجه او اللي هي الحاجه المشهوره هي السيليكون. فبتتقسم زي حاجات في وفي حاجات شورت تيرم، لان هي مؤخرا ابتدوا يقولوا ان ممكن، او يعني في بعض الاستاديز قالت تتساب زي البيرفلورو ان هو ممكن يتحط كتامبونادنج فور شورت تيرم او بيسموها انترميديت تيرم جوه العين، او انت بتستخدمها في احد مراحل العمليه. اللونج تيرم الجازز اللي هنتكلم عليها اشهر مجموعه اللي بتبقى بتستخدم او الاختيارات اللي بتبقى قدامك بيبقى الاير او الاس اف 6. ده بنقولها دايما بالاختصارات لان هي دي الاشهر والاعم عشان الالفاظ بتاعتهم بتبقى تقيله علينا لما بنيجي نتكلم. اير الاس اف 6 او السلفر هيكسا فلورايد او السي 2 اف 6 البنفلورو ايثين او السي 3 اف 8. الانواع الثلاث انواع من الاير طبعا ده اقل تامبوناتنج بيقعد جوه العين اقل فتره بتقعد جوه العين، والانواع الثانيه بتختلف في الكونسنتريشن اللي انت بتحطها جوه العين والفتره اللي بيحصل لها ابسوربشن ان هي بتطلع منها. الداينامكس بتاعته او الفيزيكس لما بتحقن الغاز جوه العين بيمر بثلاث مراحل. اول مرحله هي الاكسبانشن ان هو نقطه الجاز اللي انت حطيتها بتبتدي تكسباند جوه العين، تمام. بعد كده مرحله الايكوليبريم ان هي بيفضل حجم الجاز بابل اللي انت حطيتها جوه العين زي ما البوزيشن عاده بتاع الجازز ديت او الحجم بتاع الغاز بيتوقف على النيتروجين ترانسبورت في الغاز، عشان كده نقطه النيتروجين او البلاد نيتروجين ده مهم جدا. من الاتموسفير او من التيشوز او من الفلويدز اللي عندها الجازز اللي موجوده فيها النيتروجين والاكسجين والكربون دايوكسيد. بعد كده بيحصل استابيلايزيشن وبيفضل بيبقى فيه شويه ابزوربشن بيبتدي يروح عن طريق الفلويدز او عن طريق الدم بيروح، وفي نفس الوقت بيحصل بيخش نيتروجين مكانه، فبيحصل ايكوليبريم تقعد لفتره صغيره. ديسوليوشن بيحصل الايكوليبريم بيتهد خلاص وبتبتدي الجازز تبتدي ايه الدم يبتدي يسيبها وتبتدي تصغر معاه. دلوقتي هو انت بتحط النون اكسبانسايل concentration ده بقى بتبدأ من مرحلة الإكوليبريوم ولا بتحطه بيكسباند برضه؟ نسبة الجاسس يعني. انت ما بتحطوش بيور، انت بتحطه بتعمل الكونسنتريشن بتاعك بحيث ان انت بتحطه ما فيه اكسبانس، يبقى في الاكوليبريم بتبقى في الاكوليبريم، بس ما بتقدرش تمنع ديت ان هي بتحصل. عشان كده الكلاسيكال تيتشنج بتاعك او يقول لك خلي بالك من العيان لو نايم جنرال وعلى النيتروجين او نسبه النيتروجين تبقى موجود، ما تقدرش ان انت تحقن الغاز والعيان على النيتروجين لان ده هيزود النيتروجين في الجسم، هيبقى الكونسنتريشن بتاعته زياده في البلط
فممكن يزود لك الاكسبانشن، فانت هتيجي تحط الغاز بتاعك فهيكسباند في مرحله كبيره. يوجوالي هو بيبقى بيكسباند ببطء، فبيوصل للماكسيمم بتاعه بعد اسبوع، بعد يومين، في اليوم الثاني يعني من ان انت حقنت الغاز بتاعك. ودي نقطه برضو تخلينا تخلي بالك لما بتيجي تحضر الغاز، ان لازم الحقنه اللي السرنجه اللي انت حضرتها فيها ما تبقاش مفتوحه للهواء، لان انت لو انت سايبه ما هو هيفضل الغاز اكستشينج دوت بيتغير وبيغير الكومبوزيشن وبيقرب ناحيه ان هو يبقى الديكومبنسيشن ستيت بتاعته، كانك هتحقن كانك هواء. عشان كده تلاحظ بعض الحالات تحقنها رغم ان انت متاكد من الكونسنتريشن بتاعك كويس قوي ومتاكد من حقنتك جوه العين، ان انت حاطط C3F6 اللي انت مستني ان هو يقعد 4 اسابيع في العين، وتبص تلاقي بعد الاسبوع الثاني بقى وصل للنص وابتدى يروح. فهو ده حصل له ديلوشن، تمام، موجود. مش شرط ان هو اسكيب، لان هو لو اسكيبت من العين وانت سكليرد السكلوروتومي ده يساوي هايبوتوني، بس هو مش هايبوتونس، هو تحول من ان هو نوع الجاز بتاعه، لان الكونسنتريشن قلت قوي او المرحله بتاعته قلت. فتخلي بالنا دايما في التحضير بتاعنا الفتره اللي بتتساب فيها السرنجه في على مع التمريض او على الترابيزه اللي موجوده قدامك، لانها ساعات بتطول او ما بيحطوش الفلتر عليها او بتتساب. دي الكونسنتريشنز اللي بتحط لها عشان تبقى الاكسبانشن بتاعها بيبقى قليل. السي اف 6 بيبقى حوالي 20%، والسي 2 اف 6 ده اللي هو المفضل بالنسبه لي بيبقى 16%، والسي 3 اف 8 بيبقى 14%. طريقه التحضير دي المفروض انت لازم تبقى براجعها، ما تعتمدش على التمريض بشكل كبير، لان دي نقطه مهمه، لان انت لو يعني غلط في الكونسنتريشن ديت سواء اذا كانت اقل من اللي انت عايزه فمش هتديك الايفكت اللي انت متوقعه، او لو هي ازيد ممكن تخش في مشاكل الاكسبانشن او الانكريز ديكتنشن، او حتى توصل لمرحله اللي هو الفاسكولار اكلوجن تبقى موجوده معاه. التحضير بيبقى بيختلف على حسب السيتنج اللي موجوده في العمليات انت وطريقه حقنك ليها. تمام، في بيحضر على سرنجات كبيره، بس الارقام بسيطه يعني انك توصل ل 20% في السرنجه ال 50 انت بتقدر تحسبها كويس. تمام، الاس اف 6 بيقعد حوالي اسبوعين لثلاث اسابيع في العين، السي 2 اف 6 بيقعد اب تو 4 اسابيع، السي 3 اف 8 بيقعد حوالي 8 اسابيع. جدير بالذكر برضو هنا ان انت الغاز اللي انت بتحقنه جوه العين هو يوجوالي بيبقى في حالات الريتينال ديتاتشمنت، فمش الهدف منك ان انت بتستابلايز او بترجع الشبكيه في مكانها عن طريق ان انت بتزق الريتنا ميكانيكالي ان هي تلحم في مكانها خالص. مش ده الهدف من حط الغاز، عشان انت الهدف من حط الغاز ان انت تسكيور الاوبننج اللي حصل، سواء التير انت عامله ايتروجينيك او التير اللي موجود او البريك اللي موجود او جاينت او وات ايفر، ان انت تمنع السيرفس بتاع او الفتحه بتاعته من ان الفلويد تسكيب اندرنيث الريتنا تاني، تيل الليزر ماركس اللي انت عملتها تتحول الى بالهيلينج بتاعها السكار وتبتدي تمسك الشبكيه في مكان. فانت الهدف منك في عشان كده بتعمل البوزيشننج بتاعك انك تخلي السيرفس تنشن بتاع الاير او البابل او ايفن حتى التير، مش عشان يزق الشبكيه ترجع في مكانها. ما بيبقاش ليها دور قوي القصه بتاعتها في الغازز، لكن بتتقال ايمن دايما مع السيليكون. تحس انت عندك تستخدم الباونسنج باور بتاعه. الباونسنج باور ده اللي هو السيليكون كماده بتطفو فوق السطح. فلو تفتكر في حمام السباحه وانت بتلعب ما بتجيب الكوره وتنزل بيها لتحت وتيجي تسيبها فهي بتطلع لفوق، فهي دي الباونسنج او قد ايه. تمام، فبرضه دي انت مش بتستخدمها انك بتزق ميكانيكالي على الريتن، لان انت الهدف من السيليكون او الهدف من التامبونادج اللي انت بتحطه انك بتسكيور الاوبننج اللي موجود عشان تمنع الاسكيب، لان هو ده الباثولوجي اللي حصل معنا، الاسكيب بتاع الفلويد اندرنيث الريتنا، مما بيأثر على الفانكشن بتاعت الريتنا البيجمنت ابيثيليوم، فما بتقدرش تمص كميه الميه او تعمل ابزوربشن لكميه الميه اللي موجوده، فيحصل مور دامج وتبتدي البروجريشن بتاع الريتنا ديتاتشمنت بتاعك يزيد. الحاجات المهمه اللي ناخد بالنا لما نيجي نقرر غاز للعيان، طبعا التغيير الاتموسفير بريشر حوالينا، لو العيان هيطير
هيطلع في السماء فوق عن طريق الطياره، دي تبقى مهمه جدا. فلازم تبقى لو انت بلاننج ان انت تحقن غاز للعيان، فلازم تبقى محذر عليه على حسب نوع الغاز، الفتره اللي انت متوقع ان هو يقعد فيها جوه العين، مش هيقدر يستخدم طيارات. وبتحصل تمام، في تيجي مع العيان بيبقى رايح الغردقه، رايح في حته تانيه، او هو نفسه جاي من سفر من منطقه بعيده جوه مصر او بره مصر، تمام، وانت بتاخد الغاز ومش واخد بالك، وده بيجبرتايز او بيأثر على العين عن طريق حاجتين. هو ده الضغط جوه العين متوقف على الغاز والضغط الجوي بتاعك، رغم حتى الايكوليبريم بتاع الضغط جوه الطياره، لكن ده برضه بيأثر عليك، بدليل اللي بيركب طياره بيتضايق من ودانه رغم معادله الضغط. فانت لما بتيجي بتطلع فوق الضغط بيقل حوالين العين، تمام، فده بيأثر عليه. لما بتيجي بالسند تاني الضغط بيزيد، فيبتدي يضغط على الاير تاني، فيحصل هايبوميا. فوانت طالع بيحصل انكريس في الانتراكيولار بريشر، وانت نازل بيحصل ديكريس. وعكسها في الدايفنج، اللي هو عيان بيعمل دايفنج كتير، فكل ما ينزل تحت في الميه كل ما الضغط هيزيد على العين، كل ما يبتدي يطلع تاني بيحصل دي كومبنسيشن. المشكله انه بيجبرتايز او بيخاطر في المرحله دي، مش الباونسنج بتاع البلاد بريشر دوت، انه يدخل منك في فين، في اوكلوجن، في فاسكولار اوكلوجن ليجن، على حسب بقى الضغط او الحر. فدي نقطتين مهمين لازم تبقى منبه على العيان، او لو انت هتستخدم الغاز انك تبقى بتراجع في الكونسنت بتاعك مع العيان، هل انت او انت تبقى عارف ان هو يبقى عارف انه مش هيقدر يستخدم الطيارات في خلال 4 اسابيع في المتوسط، حتى ما الغاز يروح تماما، مش كده؟ لحد ما الغاز يعدي في المرحله الامنه، فانت بتامن نفسك يعني. تمام، على حسب نوع، ما انت لو حاطط السلفر او الاس اف 6 هو متوقع له 2 3 اسابيع، فانت ممكن بتسكيور نفسك. اتكلمنا على نقطة النيتروس في الأنافيزيا، إنك لازم ما تبقى واخد بالك لو العيان نايم جنر، أو لو العيان بيستخدم نيتروس في الأنافيزيا بتاعته في الانهاليشن، إن هي تتوقف 30 دقيقة قبل ما تبتدي تحقن عشان يظبط الضغط بتاعك، ما يحصلوش اكسبانشن كبير وأنت شغال. الجازز الكومبليكيشن بتاعها التغيير بتاع الضغط اللي هو بيسرع بيه الكاتراكت لو انت سايب اللينس، المايجريشن بتاع البابل اندر النيس، بس دي مش مشكله كبيره. والاهم من مشاكله هو الهايبوتوماس، او الاديكوت غاز نتيجه الاسكيب بتاعه، او الفولس كونسنتريشن اللي انت عملته، او السكليروتوميس اللي مش مهم. وانا بحب اضيف هنا واحده، ان من احد الكومبليكيشنز بتاعت الغازز انك الصوره اللي فاتت في الاول، شكل الاير بابل لما بتبقى مثلا 50% او 30% شكلها في الفندس، مش الصوره ديت يعني عايز ايه انوه فيها، من احد الكومبليكيشن الفول سنسيشن اوف ري ديتاتشمنت، تمام، بتاعه الاير بابل. وبتحصل يعني، ما واحد ابتدى يذكرها من دي، تيجي والعيان خاصه لو في بريفرا او في مكان بعيد او متابعه انت مع حد تاني، ويجي لك على فكره احنا فحصنا العيان والريتنا ديتاتش، لان بيحصل على سطح الغاز بتاعك او الاير البابل اللي موجوده بتشتغل زي مرايه، فبتعمل منظر للريتنا، فبتحس ان الريتنا جايه وبعدين طالع تاني. بعد كده يجي لك التليفون ده في ديتاشن، تقول تمام. فانت ممكن تبلان وتبتدي تتكلم وتبتدي تتحضر. فلو جالك عيان بري ديتاشن تقول انت حاطه غاز، افحصه تاني الاول قبل ما تخش العمليات على طول، ما تتسرعش يعني. دي حاجه جديره بالذكر كده، من المواقف اتعددت كتيره وانا شخصيا وقعت فيها يعني. النوع الثاني من الفلويدز اللي بتستخدمها السيليكون اويل. السيليكون اويل اويل تمام، وبيوريفايد بحيث ان هو ما بيعملش رياكشن لما بيتحط جوه العين. الفكره اللي هو والغاز هما الاثنين زي بعض، الاثنين اخف من الميه، فالاثنين بيطفوا والاثنين بيطلعوا على السطح. فلازم تبقى انت واخد بالك من فكره التامبوناديج اللي انت بتحطه، ده اللي احنا كنا لسه بنقولها، ان مش الهدف انك تزق الريتنا تحطها في مكانها، الهدف انك تسكيور الاوبننج اللي حصل او الكير اللي موجود في الريتنا موجود معاك. فده لما تيجي تستخدمه، او لو انت حاطط لو حاططهم لاسباب اخرى زي ان انت تمنع البليدنج مثلا، او لو في رياكشن وانت خايف من مش هتحط انترافيترال ميديكيشن بعديها، مجرد انت شلت الرياكشن وحطه فبتستخدمهم، لكن هم الاشهر والاعم في حالات الديتاتشمنت، فانت بتحط الاثنين دول. فالاثنين زي بعض. ايه اللي يفرق الفرق الجوهري ما بين السيليكون اويل والغاز؟ ان السيليكون اويل لونج تيرم، هيقعد فتره طويله، انت اللي انت بتحددها لحد ما هو يتشال، اتس مور سكيور او مور شور
سكيور، هو مور شور عن الغاز لما انت بتيجي تستخدمه، لكن مفيش فرق في التامبوناتنج. الاثنين الاثنين باونسنج، الاثنين بيطلعوا لفوق، الاثنين بيطفوا، فلازم تعمل بوزيشننج للعيان اكوردنج للباثولوجي اللي موجود معاك. تمام، لكن الناس بتفضل السيليكون لانه ما فيهوش، ما بيقلش مع الوقت، فبيبقى متضمن زياده ان هو التامبوناتنج بتاعه هيجيب الايفكت بتاعه لاطول فتره ممكنه بدل ما يلوز الايفكت ويحصل التهديد بالري ديتاتشمنت تاني في حاله الديتاتشمنت. الانواع السيليكون بيبقى فيه انواع مختلفه، بتبتدي من 1000 سنت ستوك دوت اللي هو الفيسكوستي بتاعته لحد ال 5000، دول الانواع الغاز المشهوره فيها، يعني في 1000 وفي 1300 وفي 2000 وفي 5. الفيسكوستي دي بتضمن لك شويه هو هيقدر تسيبه قد ايه في العين. تمام، يعني بتبقى متوقع ان هو هيحصل له تحلل او الايماتيفيكيشن بتاعه هيمر فتره اطول شويه، دي عشان كده بتروح لمور تسكت زياده. في برضه بتسمع عن الترم بتاع الهيفي سيليكون اويلز، اللي هو سيليكون اويلز بينام لتحت، كانوا بيعملوا لها ميكتشر مع مواد تانية كيميكال بحيث ان السيليكون اويل بتاعك ينزل لتحت، بس ما بقتش بتستخدم دلوقتي، بس هي كانت بتستخدم في الفترات اللي هو الدينسيرون والسنتالي. سمعت عنها اخر مره انت؟ سمعت اوكسان بس زمان، عدينا 10 سنين مثلا او ان اليوز بتاعه بقى ريجولر ما بقاش مستخدم. الفلويدز الثانيه اللي بتستخدم انترا اوبراتيف ذا فيري شورت تيرم بقى اللي انت بتستخدمها هي البيرفلوروكربونز. مجموعه البيرفلوروكربون هي فلويدز كيميكالي بريبيرد، يعني دي مش موجوده في النيتشر، موجوده عندنا فهي بتتحضر ب في المعامل. الخصائص بتاعتها ان هي عكس بقى السيليكون والجاز، ان هي بتنزل في الميه، فبتستخدم بيسموها ثيرد هاند، او ان انت عايز تضغط على الشبكيه بحيث ان هي تنزل تضغط لك الشبكيه تحت وستابلايز السيتويشن اللي انت موجود فيه، سواء اذا كنت بتسكويز الفلويد بتاعك من التير بتاع بره، او ان انت بتعمل السكشن او اي امبيلينج، فانت عايز الشبكيه تو بي ستابلايز، فانت بتحط حاجه تقيله تمسك الشبكيه تحت في مكانها. وفي بعض الاستاديز اتعملت او بعض البيبرز قالت ان هو بيتحط في فور شورت تيرم جوه العين في الحالات اللور بريكس، فبيحطوا بير فلورو بيسيبوه لمده اسبوع ويشيلوه، بعد كده يخش تاني يبقى يشيل عشان يسكيور التير اللي موجود. الانواع بتاعها هم في كذا، في انواع كتيره، هم اتنين منهم هم المشهورين اللي هو الاوكتين والديكالين، بير فلورو اوكتين بير فلورو ديكالين، ومجموعه الاسامي الثانيه تقيله قوي انا قسمتها عشان اعرف انا اقراها، بير فلورو بير هيدرو فيناين ثيرين، اللي انا بسمعهم والمشهورين دلوقتي في الاستخدام هما الاوكتين والديكالين. الاثنين الفروق ما بينهم مش كبيره، واحد زي جاز بيست وواحد فلويد بيست، تمام، لكن الاثنين بيقوموا بنفس الوظيفه اللي انت بتستخدمها، دي اللي احنا قلنا ان هم ممكن يستخدموا. ودي ال حاجه مجمعه لكل التامبوناتنج او ممكن تاخد لها سكرين شوت او تخليها موجوده معاك. نقطة تانية في برضو السيليكون اويل، عدت مني في السيليكون اويل السؤال المشهور الريفراكتيف تشينجز بتاعت السيليكون اويل في للعين، عشان هي بتعمل برضو شوية كونفيوجن. تمام، الفكرة في الريفراكتيف تشينجز بتاعت السيليكونايزد اي بتتوقف على شكل السيليكون جوه العين، فهو شكل العين نفسها ايه عشان يشوف الايفكت بتاعها. السيليكون بيخش ليه ريفراكتيف اندكس مختلف، فهو هيشتغل كلينس زياده اضافت على الاوبتيكال سيستم بتاع العين. شكل اللينس دي ايه؟ هل هي كونكيف ولا هي كونفكس؟ يعني هي بلس لينس هتشتغل كبلس لينس ولا هتشتغل كماينس لينس ولا هتشتغل كبلانو لينس؟ هو دوت اللي بيعمل الايفكت بتاعها. فتلاقي منطقه اللخبطه بتيجي منين؟ يقول لك انت دايما العين السيليكون بتجرب له ببلس 6. تمام، طب هو بيشغل كبلس او بيغير ريفراكشن العيان لانك دايما بتستخدمه بلس. لا، هو مش بيقلب العين هايبروب. هي الفكره بيقول لك ان لو العين ديت افكك، تمام، يعني هي لو ما فيهاش عدسه جوه فما فيش سطح يمسك البابل بتاعت السيليكون جوه العين، فالسيرفس اللي قدام بتاعها الفيسنج الكورنيا بيبقى كونفكس، فبيشتغل زي بلس لينس. هيشتغل زي بلس لينس جوه عين، تمام، بس العين دي افكك، يعني بس السيليكون شغال زي بلس لينس جوه العين، فهجيب منها 6 درجات. فتبص تلاقي ان هو جاب 6 من ال 12 اللي البيشنت عايزه، فانت
ضيف 6 كمان او متوقع ان هو يبقى هايبرو عشان هي شغاله زي بلس لينز. تمام، فكده العيان الافيكيك بيستخدم رغم ان هو شغال زي بلس لينز جوه العين. لو العين دوت فيكيك بالعين بالعدسه بتاعته، فهيبقى سطح السيليكون او سطح البابل بتاعت السيليكون اللي فيسنج اللينز هياخد شكل اللينز من ورا، فاشتغل كعدسه كونكيف. العدسه الكونكيف دي ماينس لينز، تمام، هتتعمل افكت اوف ذا ماينس لينز في نورمال او في اميتروبيك او نير باي اميتروبيك اي. تمام، فالعدسه الماينس دي هتعمل تقريبا 6 درجات، فانت هتحتاج انك تصلح الماينس 6 درجات دول بعدسه بلس لينز برضو. تمام، فهو الافكت بتاعه بيتغير، لكن لازم تفتكر هو بيتغير على حاله العين نفسها عامله ايه، يعني الريفراكتيف ستيت بتاعت العين ديت قبل ما، لان هو مش هو بيشتغل كبلس لينز وبيشتغل كماينس لينز. تمام، وانت تيجي تقول ما في الحالتين ما انا بحط بلس، يعني هل هو بيشتغل كايه بالظبط؟ فلا، افتكر دايما او احسبها على الريفراكتيف ستيت بتاعت العين قبل ما او اللي انت ضفت عليها السيليكون. او انت العيان دوت سودو فيكيك وده الاشهر والاعم، وانت بتحطه فبتبص تلاقي العيان خارج مبسوط والدنيا لو كويسه سنترالي او الماكله حالتها كويسه ومبسوط ومش مفارق النضاره. ليه؟ لان هو خد البوستيرو سيرفيس اللي هو مش الكونفكستي بتاعته مش كبيره قوي، فاشتغل كماينس لينس مش كبيره قوي، فتلاقيه هو مجرد بلس 3 او بلس 4 اللي هي مش بالرقم اللي بيعيق قوي. المهم يعني انت بتحسبها على الوضع. العيان نفسه مايوبيك ولا لا؟ يعني هو ممكن يبقى هو محتاج بلس 4 والعين دي مايوبيا، فالاثنين يخشوا في بعض، وده برضو الاشهر والاعم، فتبص تلاقي الريفراكتيف تشينجز بتاعته موجود. دي من الحته اللي بتتسال كتير او بتبقى عامله لخبطه كتير على مش فاهمين ليه السيليكون او ازاي السيليكون بيعمل ايه هو ليه. شكرا جزيلا، كلمتين بساط، لفه سريعه على في اي اسئله او Thank you.